مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. طبعاً كلنا في الفترة الأخيرة تابعنا عبر مواقع السوشيال ميديا الخبر الخاص برفع أسعار تذاكر الدخول لحديقة الحيوان ل65 جنيه للفرد. للتأكد من صحة الخبر احنا معانا عبر الهاتف دكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة. صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. بدايه، مدى صحه هذا الخبر؟ لانه معروف ان سعر تذكره للفرد كانت 5 جنيه، وما زالت الحقيقه سعر الفرد 5 جنيه. هو الحقيقه احنا النظام بيبقى في فتره الشتاء في يوم الثلاث بيبقى يوم صيانه، مش اجازه لينا احنا لكن اجازه للجمهور. بنعمل فيه خطه تحسينات بتاعتنا، وبنعمل يعني اجراءات خاصه بالحديقه. تمام. فالحقيقه ده فتره الشتاء فقط او فتره الدراسه. فالحقيقه يعني لكن ايام الاسبوع كلها ب5 جنيه. ولما بتبدا فتره الاجازه الصيفيه بتبقى طوال ايام الاسبوع حتى الثلاث بتبقى الحديقه مفتوحه ب5 جنيه برضه. لكن احنا فتره الشتاء وفتره الايام الدراسه بتبقى يعني فيه وفود وفي مدارس بتبقى حريصه انها تخش في يوم الثلاث ده، عايزه الحديقه فاضيه تماما. او بتبقى وفود سياحيه مستعجله وعايزه في افواج مسافره فعايزه تدخل الحديقه والحديقه فاضيه. فاحنا طبعا اقترحنا برضو ان احنا ندفع الحديقه للوفود وفي الافواج السياحيه والمدارس اللي هي ترغب في دخول الحديقه وهي فاضيه. عملنا اسعار، جمعنا اسعار الاماكن الداخليه سواء بيت الزواحف، المتحف، منطقه التسليه، التذاكر الداخليه جمعناها وعملناها تذكره واحده، ومقابل الخدمه اخذنا حوالي 65 جنيه، فده يوم الثلاث فقط. وبتبقى في ايام غير العطلات الرسميه، يعني الفتره اللي فاتت كانت اجازه نص السنه شغاله بتاعت المدارس، كانت برضو الحديقه مفتوحه يوم الثلاث ب5 جنيه عادي. فما زالت سعر التذكره 5 جنيه للفرد. يعني يوم الثلاث كمان ممكن اي حد يدخل من بره ب5 جنيه. تمام. ولكن الوفود السياحيه او الحد ان هو عايز الحديقه تكون خاصه شويه فبيكون سعر التذكره يوم الثلاث فقط 65 جنيه. تمام. ده حضرتك في ايام الشتاء والدراسه فقط. بيبقى حتى دخول الجمهور بقى لما بتغلق الحديقه بيبقى كله 65 جنيه. تمام.